هذا بتضوي نار العشية بعديها نص ساعة بتضوي الليل. جديد جديد بعديها من وقت ركبوها بتضوي نص ساعة. صباح عم نعب خمسة سلامات بعثت رسالة للمبرمج. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نستعين بالصلاة يرحمنا ويرحمكم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم الله
سمع الله لمن حمدا. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين.
بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم فرج كرب المكرورين، واقض الدين عن المدينين، ويسر أرزاق المسلمين، وفك الحصار عن إخوتنا المحاصرين، وارحم شهداءنا يا رب العالمين، اللهم شاف جرحانا وداو مرضانا، عليك بمن ظلمنا وآذانا واعتدى علينا يا رب العالمين. اللهم أطلق سراح إخوتنا المعتقلين، اللهم أعنهم إلينا سالمين غانمين آمنين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم فرج كربهم وارحم ضعفهم وشد أسرهم يا رب العالمين، وكن معهم دائما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم احفظ المسجد الأقصى من كيد الطامعين، ومن اعتداء المعتدين، ومن اغتصاب الغاصبين، اللهم اجعلنا فيه من عبادك المرابطين إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن كان له حقا علينا ولسائر المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.